بكم بمناسبة اليوم الوطني لعيد الشجرة. دونك نظمنا على مستوى الولاية عملية تشجير. في البداية رايحين اليوم غرس 1000 شجرة شجيرة عبر إقليم البلدية نتاع المغير، من مجموع 5000 شجيرة عبر إقليم البلديات الخمس، بالإضافة إلى سيتم الانطلاق في اليوم في غرس أكثر من عملية لغرس أكثر من 100,000 شجيرة لصد الرياح، فيها 70,000 شجيرة لصد الرياح و 30,000 شجيرة لشجيرات الرمان. كل هذه العملية تدخل في إطار السياسة الوطنية لغرس للتشجير، لعملية التشجير، وستتبعها عمليات أخرى. الهدف من هذه العملية كما شفتوا في حضور كبير في جمعيات في مجتمع مدني، وهذا لغرس ثقافة يعني التشجير داخل الوسط العمراني. احنا أخذنا هذه العينة في الشارع هذا الرئيسي للولاية حتى يكون نموذج يقتدى به. وبهذه المناسبة أطلب من السادة والسيدات المواطنين الولاية المحافظة على هذه الأشجار وحمايتها، وستتبع العملية بعمليات تشجير أخرى كبيرة إن شاء الله في القريب العاجل. شكرا. تحت الرعاية السامية لسيد ولي الولاية وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة تحت شعار معا لحماية واستعادة الأراضي الغابية، نظمت محافظة الغابات لولاية المغير حملة غرس سوف تشمل إن شاء الله أهم أحياء بلدية الولاية. وكبداية كانت الانطلاقة اليوم من بلدية المغير، حيث برمجنا غرس حوالي 1000 شجيرة من صنف دودونيا، تيكوما والدفلة، بمشاركة العديد من الهيئات والجمعيات وكذا الإدارات والأسلاك الأمنية والكشافة. هذه الحملة إن شاء الله سوف تستمر إلى نهاية موسم الغرس، يعني إلى نهاية إلى شهر مارس بإذن الله. كما قلت سوف تشمل معظم بلديات الولاية. الحمد لله مع هذه السنوات الأخيرة لاحظنا تطور كبير ووعي كبير للمواطن المغيري من حيث ثقافة التشجير.